بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامج مواقف من السيرة. وهذه الوقفة مع اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالقضاء والقدر، فهذه المسألة حقيقة يعني مزلة أقدام لدى كثير من الناس لا يعلمها ولا يفهمها، فتجده يضل فيها ويقع في أخطاء لا يعلمها لأنه يجهل حقيقة هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم المتوكلين على الله وأعظم من يبذل الأسباب، مع أنه صلى الله عليه وسلم في غزواته وهو المتوكل على الله كان يلبس الدرع، حتى خالف بين درعين في بعض غزواته، لبس درعين من أجل أن يتقي يعني ضربات الأعداء، فهذا من التوكل على الله. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء مكتوب. قال لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الله عز وجل قال: إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مقدر. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فأول أمر أيها العبد أن تعلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلمه سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله عزيز. فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، والله بكل شيء محيط. والله سبحانه وتعالى يعلم حتى ما في نفوسنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا الأمر الواجب الأول، أنك تعلم أن الله يعلم كل شيء، ونحن لا نعلم ما هو مقدر ومكتوب لنا. كل شيء مكتوب قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. الأمر الثاني أن الله تعالى كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ. هذا اللوح المحفوظ هو أم الكتاب الذي عند الله عز وجل، لا يعلم بما فيه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا كائن من كان من الخلق. وأن الله عز وجل يملي على الحفظة الكتبة الملائكة من هذا الوحي الذي عنده في اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت مما عند الملائكة الحفظة، وعنده أم الكتاب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فأنت أيها العبد لا تعلم ما هو مكتوب لك، إذن يجب عليك أن تؤمن أن الله عز وجل كتب كل شيء، وذلك بسابق علمه سبحانه وتعالى، وأنه ما كان مكتوبا لا بد أن يقع، ولا يقع في شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه مراتب القدر كما قال العلماء: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم فكتب، شاء فخلق، يعني أوجد هذا الشيء الذي كتبه سبحانه وتعالى وعلم به عنده جل في علاه. فهذا الأمر يجب علينا أن نعلمه وأن نسلم إليه، ولكن نحن مأمورون بالعمل
وسؤال الله عز وجل. لا يرد القضاء إلا الدعاء مما في أيدي الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فأنت تعمل وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، وتحسن ظنك بالله، وتسأل الله سبحانه وتعالى، وتجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه. فلا تقل بفعلك للمعصية قدر الله، ولكن افعل الخير وقل قدر الله وما شاء فعل. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل شيء مكتوب، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يعمل ما أمر به وأن يجتنب ما نهي عنه، وأن الله عز وجل إذا شاء وقوع شيء فإنه سيقع، ولو كان الإنسان في مأمن. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وقال تعالى ولو كنتم في بيوت، يعني ولو كنت أيها الإنسان محصنا في بيوت مشيدة ومحصنة سيأتيك ما كتب لك. يقول صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، ومن سمع به في بلد فلا يدخل عليهم. هذا ما يسمى أيضا بالحجر الصحي، بهذه الأوبئة أن الإنسان يبذل هذه الأسباب الصحيحة. لكن إذا أراد الله عز وجل وقوع شيء سيقع، مع أن الله عز وجل جعل لك ملائكة بين يديك، يعني أمامك وخلفك، يحفظونك بمشيئة الله عز وجل وأمره. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال ابن عباس أي بأمر الله. وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له، قال ابن عباس فإنهم يصعدون أي الملائكة حتى ينزل ما أمر الله عز وجل به ويقع، ثم بعد ذلك يرجعون إليه. حتى عملك أيها الإنسان أنت مخلوق، قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، لكن أنا أفعل باختياري، لأن الله عز وجل أعطاني عقلا وأعطاني إرادة، فهذه الإرادة تحت مشيئة الله عز وجل وقدرته وإرادته، ولكن الإنسان يعمل باختياره. فإذا نعمل الخير ونجتنب الشر، فلا يأتي إنسان يقول حينما يفعل معصية يقول الله كاتب لي. طيب أنت ما تعلم ما هو مكتوب لك، يا أخي فعل الخير وقول الله كاتب لي. فهناك هذا التقدير الذي قدره الله عز وجل عنده في أم الكتاب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهناك تقدير لك أيها الإنسان وأنت جنين في بطن أمك حتى ينفذ ما هو مكتوب عند الله عز وجل. حينما يكتمل الحمل 4 أشهر يبعث الله ملكا، فيؤمر هذا الملك بكتب 4 كلمات لهذا الجنين، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهناك التقدير الثالث هو تقدير حولي سنوي في ليلة القدر في الأمور الطيبة المباركة. قال الله عز وجل عن القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وكذلك ما يكون في سورة القدر، سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، الله عز وجل سماها ليلة القدر أنها تقدر فيها الأمور الحولية. كذلك الله عز وجل له تقدير يومي، كل يوم هو في شأن، وقال فعال لما يريد. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن فعلت فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وتقال أيضا بالتشديد قدر الله وما شاء فعل، إما بالتخفيف وإما بالتشديد. لكن لا تتحسر على ما مضى،
اعمل واجتهد، احرص على ما ينفعك، يعني في الحاضر والمستقبل. أما الماضي لا تقل لو، فإنها تفتح عمل الشيطان، لأن هذا يكون في اعتراضا على قدر الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان إلى أن نلقاه، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.